بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. حنبدأ اليوم بإذن الله في درس جديد له علاقة بالفورماتنج سيلز ولا الفورمات للسيل. زي ما تلاحظوا عندنا جدول اللي قدامنا هدايا فيه بعض البيانات الخاصة بالقرطاسية كأنها فاتورة، يعني فيها أرقام للعناصر وأسماء القرطاسية اللي احنا شريناها أو المعدات القرطاسية اللي احنا شريناها، الكمية اللي شريناها من المكتبة، وثمن كل قطعة. يعني حنخلي الجدول هذا قدامكم. تتصوروا هنا في خانة التوتل المفروض شنو بنحطه؟ ترى راجع معايا المحاضرة اللي فاتت، احنا تكلمنا عليه ماكسيمم مينيمم سم كاونت والافرج، مظبوطه؟ شنو يناسب هنا؟ نحطه سم، يعني نجمعه الكميات مع الأثمان. لا ما يناسبش. أمال شنو يناسب هنا؟ اللي يناسبنا إنه نضربه عدد القطع في ثمن القطع الواحد، مظبوط؟ هذا هو الحل الصحيح، توقعت إن جاوبه تمام. فالمفروض شنو نديره هنا؟ نقول إن الخلية هذه تساوي الكميات مضروبة يعني نجمة، تمام؟ مضروبة في الكميات مضروبة في ثمن القطعة الواحدة. أعطاني هنا المعادلة واستخدم خاصية الأوتوفيل. القلم هدايا ب ب ب ب ثمنه بدينار وعدد القطع ب 55، وبالتالي أعطاني زي ما تلاحظوا 55، لكن 55 دينار، 55 ريال، 55 ين، 55 دولار، أنا مش عارفها بالضبط. ولهذا هذا عشدرنا مدخل لموضوعنا اليوم. إذا بعد ما نحدد المعادلة المطلوبة ضروري ننسخ الخلية بتنسيق بحيث توصف محتوياتها من بيانات، بحيث نعرف الأرقام هذه أرقام على شنو تدل؟ تدل على قطع، تدل على كميات، تدل على تواريخ، تدل على توقيت، على شنو تدل بالضبط؟ من خلال نحدد الخلية واحدة أو الرينج كله. احنا نحدد أول مرة خلية واحدة، وبعدين نضغط بزر الفار الايمن ونقول انا نبي نغير في الفورمات سيلز، بنغير في تنسيق الخلايا، بحيث تنسيق الخلايا بيكون خيره بيكون مثلا كرنسي، عمله. به عمله كم تبي فيها منزل عشريه وما تبيش فيها منزل عشريه؟ انا عندي طبعا كسور وفي ارقام فيهم كسور، اذا نبي منزلتين عشرتين يكفي. الرمز اللي انت تبيه، نفتح القائمه هذه ونختار رمز الدوله متاعنا اذا كان الفاتوره هذه محليه، وإذا كان الفاتورة هذه نتعامل فيها بعملات أخرى ممكن نستخدم أي عملة نتعامل فيها. خلاص أنا عندي هنا ليبيان دينار ومنزلتين عشريتين، الرقم حيكون بالشكل التالي، يعني 192 دينار و50 قرش بالنسبة للعنصر الأول. نقدر نستخدم خاصية الأوتوفيل. استخدمنا خاصية الأوتوفيل، طبق والأمور واضحة جدا باستثناء العنصر رقم 5. لما تلقى في الإكسل الشكل هذا اللي هو علامة الهاش، أعرف أن حجم الخلية خيرة أصغر من محتوياتها من بيانات. فالحل شو بندير أنا؟ نجي في نهاية الخلية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت ندير خاصية أوتوفيت عفوا اللي هي بالدبل كليك، مظبوط؟ ولا ناخذ الخلية وندير لها إدراج شوية، نجبدها شوية على اليسار بحيث يكبر العرض نتاع الخلية وكل العناصر اللي فيها تبان. خلاص احنا من خلال الفورمات شندرنا، من خلال الفورمات وصفنا البيانات اللي موجودة في الخلية هذه، راي خيالات بيانات نوعها عملة. هذا الخيار الأول في الفورمات. ممكن نفس الشيء هنا في الفاينل توتال. شنو تتوقعوا الفاينل توتال؟ الفاينل توتال حيكون مجموع العمود هذا، تمام ما شاء الله. اذا زي ما قلنا بالفات شنو نديروا؟ نوقفوا في الخليه الهدف وبعدين نختاروا الصم، وحتجيب لي الخلايا او مجموع الارقام اللي موجوده في الخلايا اللي اعلى منها. ينقصني حاجه وحيده، شو بندير؟ التنسيق نتاع الفورمات. نقدر نحدد اي خليه من الخلايا ونجور نسخه التنسيق كان مازال تفكروا فيه وندير له لصق التنسيق هنا. فجاب التنسيق اللي فوق اللي هو ليبيان دينار منزلتين عشريتين بالشكل هذا، تمام. شنو ينقصني بعدها؟
ينقصني بعدها ان ندير عمليه السفر. تمام، الدرس هذا حاولت يكون درس جدا بسيط وسهل، ما نبوش نعقدوه، وبحيث ان بحيث ان ان, إن نشتغل باذن الله في شغل كاختبار وتطبيق فيما بعد ان شاء الله. بهي، شكرا.